السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في حلقة جديدة من الرياضيزيا. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم، هو الكومبلكس فانكشن. موضوع مهم ومفيد، وان شاء الله نحاول نقسمه لأربع او خمس فيديوهات، وهنشمل فيه تفاصيل كتيرة هتفيدك يعني في الجزء دوت. قبل ما اخش على الكومبلكس فانكشن، محتاجين بس نعرف شوية مفاهيم عن الكومبلكس نمبر، وواحدة واحدة كده وتمشي معايا ستيب باي ستيب هتلاقي العملية تمام إن شاء الله. أول مفهوم هو الزد رمز الزد دوت هنديه لأي عدد تخيلي، أو هنقول بقى لأي رقم كومبلكس، تمام؟ هيكون عبارة عن إكس بلس أي واي. إيه المنظر بتاع إكس بلس أي واي؟ فاكر أنت زمان لما كنت ممكن تحلل المعادلة على الآلة، لو أنت عامل المود بتاعها كومبلكس يديلك 2 زائد 3 أي، مش عارف 2 ناقص 3 أي، وهكذا. التركيبة دي على بعضها هي التركيبة اللي انت شايفها قصادك دي، اللي هي بيبقى إكس بلس أي واي. الإكس والواي دول بيكونوا أرقام ريال، يعني ممكن يكونوا نيجاتيف أو بوستيف أو راشونال، يعني فيها كسور عادي، يعني معاك من نيجاتيف انفينيتي لإنفينيتي. ديت كده الريال نمبرز. الإكس والواي لو على بعض لوحدهم كده ريال. الاي اللي قصادك دي اللي انا مشاور عليها دي اللي هي جذر سالب واحد اللي انت كنت بتشوفها، لو انت بالعربي كنت بيكون ت، تديها الرمز ت، تمام؟ طبعا هعطيلك انا تحتها بقى الاي سكوير اللي هو نيجاتيف 1، اي كيوب نيجاتيف اي، والاي باور 4 طبعا اللي هو ال 1. الصوره الاولى للكومبلكس نمبر لو مكتوبه اكس بلس اي واي دي الصوره اللي بتتسمى الكارتيزيان، تمام؟ طب هل في صوره تاني؟ اه طبعا في صوره تاني. النقطة اللي أنا مشاور عليها ديت لو عندك الـ X axis أو الـ Y axis، النقطة اللي أنا مشاور عليها ديت دي بتتحدد عن طريق X و Y. جميل أوي. الـ X axis هنا هو بقى اسمه الـ Real axis، يعني هو X axis بس تبقى في مخيلتك عارف إن هو الـ Real axis، والـ Y axis هو نفس الـ Y axis بس كأنه مضروب في I، فبنسمينه imaginary axis، تمام؟ النقطة اللي هنا ديت متحددة بـ X و Y. إيه معنى لما يكون في بوينت هنا؟ دي معناها ماشية مسافة X وطالعة مسافة Y زي ما أنا مشاور دلوقتي. طيب لو أنا وصلت الـ O دوت بالنقطة على طول وسميته R، يبقى الـ X اللي هنا دي هتبقى R كوزين سيتا، وعامل زاوية ما بين اللاين اللي هنا دوت ومحور X سميته سيتا، الزاوية الأنجل مسميها سيتا. يبقى الـ X عن طريق ديت لما تيجي تحلل هيبقى R كوزين سيتا، والـ Y طبعا لما تيجي تحلل هيبقى R سين سيتا. يا إما تحلل يا إما تجيبهم عن طريق المقابل والمجاور والهايبوتنس والادجيسنت والحاجات ديت، تمام؟ دول ما فيهمش مشاكل اتوقع. طيب انت عندك العدد الكومبلكس دوت بيكون اكس بلس اي واي، شيل الاكس وحط ار كوزاين سيتا، وشيل الواي وحط ار ساين سيتا، هيبقى الزد عباره عن ايه بقى؟ ار كوزاين سيتا زائد اي ار ساين سيتا. خد الار كومن هيبقى كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا، صح؟ طب انت فاكر زمان كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا ديت بنديها شكل كده، فكر فيه عقبال ما نكمل. طيب خلينا ماشيين بالترتيب واحدة واحدة. خلاص وقفنا للصورة ديت، يبقى دلوقتي وصلت لصورة محترمة، وإن الزد يا إما يتكتب إكس بلس أي واي أو يتكتب آر براكت كوساين سيتا بلس أي ساين سيتا. الصورة الأولى ديت هي الكارتيزيان فورم، الصورة التانية اللي أنا لسه كاتبها دلوقتي ديت هي البولار فورم. جميل. طبعا انت الار من هنا عارفها ان هي روت اكس سكوير بلس واي سكوير. واحد يقول لي جبتها منين؟ بكل سهوله في كذا طريقه. لو انت الار اللي هنا دوت مش هو الوتر، هو الهايبوتنس، تمام؟ طيب مش عندك من فيثاغورس ان الار سكوير بيساوي اكس سكوير بلس واي سكوير؟ جميل. يبقى الار عباره عن ايه؟ روت اكس سكوير بلس واي سكوير، والسيتا تان انفرس واي اوفر اكس دي جت عن طريق لما تقسم الواي على الاكس هيدي لك تان سيتا الار، طبعا هتطير مع الار، هيدي لك تان سيتا بيساوي واي على الاكس، يبقى سيتا تان انفرس واي اوفر اكس. جميل. بص بقى، مود زد، العلامتين دول اسمها المود بتاع زد دوت بيساوي الار. مهم قوي المفهوم دوت، مود اللي هو المودلس، تمام؟ بيساوي الار. ليه؟ لان الزد لو عندك المنظر بتاع اكس بلس اي واي، مود زد بياخد الاكس دي تعمل لها سكوير، وياخد الحاجة اللي قصاد الاي ويعملها سكوير، هيبقى روت اكس سكوير بلس واي سكوير. ده المفهوم بتاع الار اللي انت لسه قايله من شوية. يبقى من هنا عرفت ان مود زد هو الار وبيتسمى المودلس.
السيتا ديت هي الارجومنت، السيتا ديت هي الارجومنت. يبقى لما اجي اقول لك مودولس زد، يبقى اللي هو مود زد اللي هو الار، تمام، والارجومنت بتاع الزد اللي هي السيتا، تمام، ماشي. كده اخدنا صورتين للكومبلكس نمبر. الصوره الثالثه وهي الاكسبوننشال فورم، في اللي هنا ناقصه اكسبوننشال فورم، هتيجي عن طريق على طول البولر فورم. يعني انت عندك الزد ار كوزين سيتا بلس اي ساين سيتا، انت عارف من زمان ان كوزين سيتا زائد اي ساين سيتا دي تقدر تكتبها اي باور اي سيتا. الاي ديت اللي هي الاكسبوننشال فانكشن اللي هو ليه قيمه لوحده، بس لما يترفع باور ويخش معاك متغير كده بيتكلم كفانكشن، متغير في الباور قصدي، تمام. يبقى الار ما زالت زي ما هي كوزين سيتا بلس اي ساين سيتا، دي تقدر تكتبها اي باور اي سيتا. فكده ده الشكل الثالث. يبقى عندك ثلاث اشكال، الشكل الاولاني اكس بلس اي واي، الشكل الثاني ار افتح براكت كوزين سيتا بلس اي ساين سيتا اللي هو البولر، الشكل الثالث وهو الاكسبوننشال فورم اللي هو ار اي باور اي سيتا، تمام. بعد كده بقول لك على شويه برضو خواص لازم تكون عارفها. لو عملنا للزد عليها بار من فوق كده، يبقى انا بتكلم على الكونجكت. لو انت عندك الزد اكس بلس اي واي، يبقى الزد بار اللي هي زد كونجكت او كونجكت زد اللي هي اكس ماينس اي واي، بغير اشاره الاي، تمام، بغير اشاره الاي، مش الحاجه اللي في النص وخلاص، هي الاي شوفها فين وحط لها نيجاتيف قصادها، او لو هي نيجاتيف تبقى بوزيتيف. الزد بار ممكن تكون كوزين سيتا ماينس اي ساين سيتا في الصوره الثانيه، في الصوره الثالثه هتبقى ار اي بار نيجاتيف اي سيتا. ايه اللي حصل في دول؟ انك بتغير اشاره الاي، تمام. في شويه خواص هنقولهم مهمين جدا. لما تيجي تجمع رقم كومبلكس على الكونجكت بتاعه يدي لك 2 اكس، ديت واضحه لان الزد اكس بلس اي واي والزد بار اكس ماينس اي واي، فالاي واي هتطير مع النيجاتيف اي واي يتبقى معاك 2 اكس. فمن هنا توصل لمفهوم مهم جدا، لما تيجي تجمع رقم على الكونجكت بتاعه يدي لك 2 الريال بتاع الزد، 2 الار اي ديت الريال الزد اللي هو 2 الجزء الايه الحقيقي، يعني 2 الحقيقي، 2 من الجزء الحقيقي اللي هو مش قصاد الاي، تمام، الجزء اللي مش قصاد الاي. لما تيجي تطرحهم بقى تعمل العكس، هيدي لك 2 الماجوري اللي هو الجزء اللي قصاد الاي، زي ما انا كاتبها هنا 2 2 اي واي، عشان طبعا اكس هتطير مع الاكس يبقى معاك 2 اي واي، يعني 2 من الايماجيني بتاع الزد. دي مهمه قوي لما تيجي تضرب زد في الزد كونجكت يدي لك مود زد سكوير. دي ممكن نوضحها بكل سهوله. انت عندك المود دوت اللي هو لسه قايلين عليه اللي هو كان الار من شويه، تمام. بيعمل ايه؟ بيمسك المركبه، يعني مثلا لو عندك مثلث زائد اي مربع، يمسك المثلث يعمل سكوير زائد المربع يعمل سكوير، كل دوت تحت الجذر، تمام. دي مهمة جدا لما تيجي تضرب رقم في الكونجكت بتاعه هو مود الرقم سكوير. طيب دي بقى شوية خواص برضو محترمة. زد 1 لو عندك رقمين ومؤثر عليهم بالمودولس او الابسليوت، هيكون معاك هو مود الاولاني زائد مود التاني، بس الايكواليتي هنا هتبقى اقل من او يساوي، دي مهمة اوي، تمام، ودي ممكن تجربها بارقام عندك. التاني حاجة لو طرح، دي مهمة اوي وبتتنسى، هيكونوا اكبر من مود الاولاني ماينس مود التاني، تمام، مهمين اول خاصيتين دول. لما تيجي توزع المود على الجمع او توزعه على الطرح، الايكواليتي مرة في الجمع هتكون اقل من وفي الطرح هتكون اكبر من، بس الطرح كمان بتاخد مودولس للنتيجة كلها. السادس واحدة لو عندك رقمين مضروبين في بعض المودولس مش هيتغير، تمام، ولو مقسومين المودولس مش هيتغير، يعني هيتوزع دون تغيير. وطبعا لازم تكون عارف ان المود زد مستحيل يساوي الزيرو الا يعمل لك مشاكل كبيره. سبع واحده الارجومنت للزد بار ديت معناها نيجاتيف الارجومنت للزد، تمام. دي ممكن تبص تاني، بص كده بالراحه للسيتا اللي هي كانت تان انفرس واي اوفر اكس هتفهمها، لان النيجاتيف هنا يقدر يطلع بره التان انفرس، يعني لو انت عايز تفهم الخواص ديت فيبقى نيجاتيف ارجومنت الزد التاني. رقم 8 مود زد لو مرفوع لرقم، تمام، تقدر تاخد المود الاول وبعدين ترفع الرقم فوق. الارجومنت نفس الكلام بس الرقم بينزل قصاده، دي شبه خاصية اللين شوية. بعد كده دخلنا على خاصية مهمة جدا وهي دي موافر ثيرم، مهمين اول الاتنين دول.
واتوقع عدت على ناس كتير، كوساين سيتا بلس اي ساين سيتا لو مرفوعة لرقم، هنا رقم مش ريال، تمام، يعني ممكن 5 6 بالنيجاتيف عادي. فالان ديت بتنزل قصاد السيتا على طول، لان دي تنزل قصاد السيتا، كاتب لك الان ديت هي ريال نمبر. المهمة هنا بقى، المهمة دي لو مرفوعة ل 1 اوفر ان، يعني كوزاين سيتا بلس اي ساين سيتا لو مرفوعة مثلا 1 على 3 مثلا، تمام، دي مهمة، مش مجرد هتنزل الواحد على الان قصاد السيتا وخلاص شبه ما عملت هنا، لا لا، هنا هتضيف حاجة اسمها عدد الدورات اللي بتحصل هو 2 كي باي، هتضيف هنا 2 كي باي. الكي ديت هي بتاخد من اول الزيرو لحد الرقم الموجود هنا بس بتطرح منه واحد، يعني لو واحد على الخمسة مثلا، رقم مرفوع 1 على 5، كأنك بتاخد الجذور بتاعته، فالكي ديت هتبقى 0 و1 و2 و3 و4، تمام. وهنا قايل لك برضو خاصيتين مهمين، شكل الساين سيتا في ال في عن طريق الاكسبونشال، طبعا دي معروفة من زمان، هنا هنحتاجها لأنك هنا بتتكلم على الكومبلكس، وهي طبعا اي باور اي سيتا ده كومبلكس، نيجاتيف اي باور نيجاتيف اي سيتا على 2 اي. لو حد عايز يعرف دي جت منين، انت عندك اي باور اي سيتا عبارة عن كوزاين سيتا زائد اي ساين سيتا، واي باور نيجاتيف اي سيتا دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن كوزاين سيتا ناقص اي ساين سيتا، تمام؟ تطرح الاتنين مع بعض وتقسم على 2 اي يديلك ساين سيتا. نفس الكلام الكوزاين، بس الكوزاين ما فيهاش اي في المقام، والاشاره اللي فوق ديت بلس. الشاين والكوشاين دول جايين برضو عن طريق الساين والكوزاين، بس خليك عارفهم يعني مبدئيا دلوقتي، اللي هي اي باور اكس نيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس على الاثنين دايركت كده على طول هي شاين اكس، الكوشاين اكس شبهها بالظبط بس بالبلس، تمام. خلينا نكتفي بالقدر دوت في الفيديو الاولاني، وإن شاء الله نكمل بنفس الكمية أو نزود شوية في الأجزاء اللي بعد كده بإذن الله، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.